السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ساعة كده في أداة اسمها بولينيشن نزلت حاجة كويسة جدا، ألا وهي إنها بتحل المشاكل بين الرومز. يعني ممكن يكون في 2 روم داخلين في بعض، أو في فجوة أو جاب بين الغرف، فهو بيبدأ ينبهنا ويحلها. الكلام ده مش في الريفت بس، كمان في الريفت والرايمة. طيب البولينيشن لحد ما كانش يجربها، يعني هي أداة بتشتغل على الريفت وعلى الراينو وعلى الجراس هوبر، واللي عملها واحد اسمه مصطفى. مصطفى ده عامل برضو الليدي باج وعامل تولز كتيرة جدا، فهو كان عامل التولز دي بحيث انه يعمل دراسة مثلا للمناخ، ويعمل دراسة للاستدامة. وزي ما انت شايف هي بتشتغل وبتتكامل مع الاي اس ومع الديزاين بيلدر ومع اغلب البرامج بتاعت الاستدامة، وسهل جدا في الاستخدام. والميزة انها بتشتغل في الريفت زي ما بتشتغل في الراينوي الجروسوبر، وتقدر ان انت تصدرها لبرامج استدامه كتير الداتا اللي موجوده، وتبدا ان انت تشتغل عليها. وممكن تعمل لك فيشواليز مثلا للاناره، مثلا الاناره الداخليه عامله ازاي بالشكل دوت. تقدر تعمل سيموليشن دول الناس المشاركين، طبعا زي ما احنا قلنا ان هو كان عامله الليدي باج زمان، دلوقتي مركزين على الاداه ديت. طب تعالى نشوف السعر بتاعها، بيقول لك انها فري، بس الجراس هوبر فري. الراينو مع الريفت $250 لللايسنس في الشهر، $100 باللايسنس في الشهر في الراينو. يعني الجراس هوبر بس هو اللي ببلاش، في الريفت ب$200. تمام، هنحاول ان احنا ننزلها ان شاء الله ونجربها في ال 14 يوم دول ان شاء الله. دعواتكم بس ان شاء الله.